إلى تعاملات الذهب والفضة خلال هذه الجلسة. بالأمس كنا نتحدث أن الذهب متراجع والفضة مرتفعة، اليوم العكس. دعونا نلقي نظرة على السوق. تداولات الذهب ببعض المكاسب عكست المسار. الذهب اليوم يعني يحاول الاحتفاظ بمستوياته، يعني بالقرب من 2350 دولار للأونصة بنفس الطريقة. دعونا نلقي نظرة على الفضة. الفضة كانت أقوى خلال الجلسات الماضية، لكن لاحظنا عليها أنه اليوم التراجعات تعمق حتى من تراجعاتها في الساعات الأخيرة. حاليا الأونصة 31 دولار 36 سنت، يعني متراجع تقريبا 2% عن الجلسة السابقة. توقعت بلومبرج ارتفاع واردات الصين من الفضة خلال الأسابيع القليلة المقبلة على خلفية ارتفاع الطلب على ألواح الطاقة الشمسية التي تواصل الصين تصنيعها بنحو كبير. يعني اليوم ونحن كنا نتحدث بالأمس عن زيادة الطلب الصناعي أيضا على الفضة المتوقع بتقريبا 9% خلال هذا العام. نتحدث عن طلب من الصين، يعني الطلب على الفضة هل يمكن أن يدعم استمرار ارتفاعات المعدن حتى في ظل الصورة الحالية، يعني ومن ناحية أساسيات معدلات الفائدة المتوقعة. أسئلة كثيرة حقيقة فيما يخص المعادن، دعوني أطرحها على جايلز كوغلن كبير محللي الأسواق في جي سي اف اكس. جايلز أهلا بك دائما. بالأمس نشاهد الفضة على ارتفاعات وقوة، اليوم تعكس هذا المسار. الذهب يحاول التماسك، المعدنين الثمينين بشكل عام، هل ما زال المسار القادم صاعد؟ مساء الخير محمد، يسرني لقاءك. نعم، الذهب والفضة كان جزءا من اتجاه صعودي قوي، ولكن هذا التوجه يبدو أنه منهك الآن. بضعة أمور تشير إلى أن الذهب والفضة من الممكن أن يدخلا في تراجع خلال الأسابيع القادمة، وأنا أترقب ذلك بحرص هنا في جي سي اف اكس. طيب، لكن يعني إلى أي مدى يمكن أن تتغير الأمور؟ لأنه حتى في ظل أنه أسعار التوقعات الفائدة تراجعت تماما، نحن نشاهد الذهب ما زال محافظا على مستوياته، محافظا على الأقل على حركة عرضية قرب مستويات مرتفعة. فهل سيبقى الأمر كذلك أم ستتغير بشكل أكبر؟ نعم، فهمتك محمد. حسنا، بالنسبة لحيازات الـ ETFs الخاصة بالذهب هي في تراجع خلال الأسابيع الماضية وبثبات، ولكن مع ذلك ظلت الأسعار مرتفعة. إن تحدثنا بشكل عام، الذهب الفوري أو الفيزيكال يؤثر على الـ ETF Holdings لأن المدراء يبيعون هذه الحيازات ليعكسوا أن حيازاتهم في تراجع، مما يعني أن الذهب يبدو وكأنه وصل إلى مرحلة ممددة أزيد من اللازم stretched. وعلى الأرقام الأسبوعية، أي تراجع لنفترض مثلا 2300 لنكون واقعيين، إن حدث ذلك تجد أن 2200 هو سعر اليوم الذي يليه. إن نظرت محمد إلى أسعار الذهب، نسبة الذهب إلى الفضة، ستجد أنها في تراجع في الأسابيع الماضية، ولذلك يبدو الفضة تبدو الفضة وأنها باهظة الثمن مقارنة بالذهب، ولكن قد تدخل في تراجع بغض النظر عن الطلب طويل المدى الذي تحدثت عنه. الخلاصة، خلال 3 أو 6 أسابيع قادمة تراجع على المعادن الثمينة، ولكن هناك طبعا بيانات التضخم المفضلة لدى الفيدرالي في الغد، وإن أتت هذه الأرقام أقل من 2.6% مثلا 2.6% أو 2.5%، في هذه الحالة ربما سترى ارتفاع على سعر الذهب والفضة وتراجع على الدولار. طيب، النظرة طويلة المدى، يعني أنه في نهاية المطاف جايلز أنه سيتم تخفيض الفائدة، سواء سيتم ذلك في نهاية العام أو قبل نهاية العام، في نهاية المطاف هذه الدورة الحالية من التجديد ستنتهي. هل النظرة طويلة المدى الآن، ونتحدث عن الناس الذين يشترون الفيزيكال جولد ويحتفظون بالسبائك لفترات زمنية طويلة، هل ما زالت الصورة المزيد من ارتفاعات الأسعار؟ لأن البعض يتحدث عن 3000 دولار بنهاية العام بالنسبة للذهب، والبعض يتحدث حتى عن أرقام أعلى من ذلك في الأعوام القادمة. ما رأيك في هذا؟
ما هو صعب أن نجزم به محمد هو أنه في بداية العام مثلا كان أسواق معدل فائدة قصيرة المدى تتوقع 6 مرات من الخفض من قبل الفيدرالي. الآن هذه الأسواق قصيرة المدى تتوقع مرة واحدة. ولذلك أنا أرى أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يعني أن من يشترون الذهب أو من يتوقعون وصول سعره ل3000 عليهم أن ينتظروا بضعة سنوات. على المدى القريب هناك تصحيح على الذهب، وإن بقيت معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الممكن أن يكون تصحيح عميق وأعمق مما هو متوقع. هذا يعتمد على مسار الفائدة الأمريكية. وهل يمكننا بشكل واقعي مثلا أن نتوقع 3 أو 4 مرات من الخفض؟ هذا ليس واقعيا طبعا. الآن هذا يعني بالضرورة أن مشتري الذهب لا يتحلون بأي حماس. حيازات الـ ETFs في تراجع كما أخبرتك أسبوع وراء أسبوع حتى في آسيا، وبالتالي من أين سيأتي المشتري؟ حسنا، أسألك أنت ومن يتوقعون $3,000. نقطة مهمة. طيب، من ناحية الطلب البنوك المركزية أيضا، هل تعتقد أنه أو ربما حتى هو ما يؤكد حديثك أنه المستويات الحالية يعني مستويات مرتفعة لاستمرار طلب البنوك المركزية بنفس الحجم؟ طيب، إذا عادت الأسعار وتراجعت عن المستويات الحالية، ما هو المستوى الذي تعتقد أنه سيعود معه شراء البنوك المركزية من جديد لنشاهد عودته إلى هذا الحجم أو إعادته إلى الارتفاع؟ سؤال مثير للاهتمام طبعا بالنسبة لسؤالك عن البنوك المركزية، ولكن للأسف لا أمتلك رؤية واضحة عن ذلك. ولكنني أعرف أن مشتريات البنوك المركزية مهمة جدا لسوق الذهب. إلى أي مدى وكم عليهم أن يشتروا؟ لا أعرف حقيقة هذه المعلومات محمد، للأسف لا يمكنني أن أعطيك إجابة. يعني وإذا يعني كان الأمر كذلك فعلينا على ما يبدو أن ننتظر جايلز. وأنا أشكرك على وجهة نظرك، أشكرك على تحليلك جايلز كوغلان، كبير محلل الأسواق في GCFX.